تكمل محاضرة المحاضرات بتاعت إدارة الأعمال الدولية، وتتناول في هذا الجزء بعض من سياسات إدارة الموارد البشرية الدولية. هنتكلم النهاردة عن سياسات إدارة الموارد البشرية الدولية. النهاردة هنتكلم عن ثلاث سياسات من سياسات إدارة الموارد البشرية، وهي نظام الأجور والحوافز في الشركات دولية النشاط، والتدريب في الشركات دولية النشاط، وتقييم أداء العاملين في الشركات دولية النشاط. أول نقطة معايا النهاردة نظام أجور وحوافز المغتربين في الشركات دولية النشاط. يمكن الاعتماد في تحديد الأجور والحوافز للمغتربين الذين يعملون في بيئة دولية بناء على أحد الأساليب التالية. الأسلوب الأول هو المساواة بأجور وحوافز المواطنين المحليين، ويتم دفع أجور وحوافز المغتربين مساوية لما يحصل عليها المواطن المحلي في الدولة التي تم تكليف المغتربين للعمل بها. الأسلوب الثاني دفع أجور وحوافز أعلى من العاملين بالدولة المضيفة، وهنا لا يحصل المغترب على أقل مما كانوا يأخذونه من أجور وحوافز في موطنهم الأصلي مقابل شغلهم لمناصب مشابهة في الدولة المضيفة. الأسلوب الثالث هو حصول المغترب على ما كانوا يحصلون عليه بموطنهم الأصلي بالإضافة إلى حوافز مالية أخرى زي زيادة نتيجة الاغتراب، ظروف معيشية صعبة زي إسكان، زي تكلفة معيشة، زي تعليم، لجعل حزمة التعويضات أكثر جاذبية لهم. وهذا الأسلوب هو الأكثر شيوعا وتستخدمه المنظمات التي تعمل في بيئة ذات نشاط دولي. إن نظام الأجور والحوافز للمغتربين ينبغي أن يأخذ بالحسبان التنوع الثقافي والسياسي والاقتصادي التي يتعرض له المغترب عند قيامهم بوظائفهم في بيئات أجنبية أو بيئات مختلفة. طب إيه الشروط الواجب توفرها في نظام الأجور والحوافز للمغتربين بالبيئة الدولية؟ شروط الواجب توفرها في نظام أجور وحوافز المغتربين بالبيئة الدولية هي توفير حافز نظير رحيل المغترب من دولته، وغالبا ما يتم دفع مبلغ إضافي كبير يزيد عن المرتب الأساسي لإجراء المغترب لقبول المهام خارج وطنه، وغالبا ما يزيد من 2 إلى 2.5 مرات عن راتبه الأساسي في دولته، وذلك لإغراءه على قبول أداء المهام الخارجية. 2 أن يضمن الحوافز للمغترب مستوى معيشة مناسبا. 3 مراعاة المستقبل الوظيفي للمغترب والاحتياجات الأسرية له. تسهيل إعادة المغترب إلى دولته مرة أخرى بعد انقضاء مهمته الخارجية. التدريب في الشركات دولية النشاط. التدريب هو النشاط الذي يبذل بهدف تزويد المتدربين بالمعارف والمهارات اللازمة لتنميتهم وصقل خبراتهم لرفع مستوى الأداء ولتغيير سلوكهم واتجاهاتهم واهتماماتهم في الاتجاه المرغوب فيه لصالح الفرد والمنظمة والمجتمع. أهداف التدريب في الشركات دولية النشاط: إن تدريب العاملين بالشركات دولية النشاط يحقق العديد من الأهداف، منها 1 التخلص من أوجه القصور في الأداء الحالي للعاملين والعمل على تحسينه وتحسين أدائهم المستقبلي مما ينعكس على أداء أعمال الشركاء في الشركات الدولية. 2 تشجيع ومساعدة العاملين على التفكير والتصرف بطرق متفقة مع ثقافة الشركة وأهدافها مع زيادة الوعي تجاه مشكلات التنوع الثقافي، ويصبح ذلك مهما خاصة إذا كان العاملون ينتمون لثقافات مختلفة. إن نشاط تدريب وتنمية الموارد البشرية العاملة في مواقف التنوع الثقافي يمكن أن يغطي العديد من الأهداف، ومنها 1 توجيه عناصر العمل نحو كيفية التأقلم مع الضغوط الكثيرة المميزة للمهام الدولية. 2 تنمية الفهم وتصحيح الانطباعات عن البلدان والمواقف غير المألوفة. 3 تحقيق أعلى درجات التوافق والتأقلم مع الثقافات الجديدة. 4 تنمية القدرة على الأداء الفعال داخل المواقف والثقافات الجديدة. تكمل باقي أهداف التدريب في الشركات الدولية: ثالث حاجة عندي بتقوي المهارات التعامل بين الأفراد من مختلف الثقافات الأخرى. 4 بتزود الأفراد بكل ما هو جديد من تكنولوجيا ومنتجات أو خدمات جديدة مما يقلل من مقاومتهم للتغيير. الحفاظ على الموارد البشرية، تقليل الفاقد في الموارد المستخدمة،
تقليل خسائر الأعمال، زيادة القدرة التنافسية ما بين الشركات الدولية، تحسين الرضا الوظيفي، تطابق التطلعات والقدرات العاملين مع أهداف التنظيمية للشركة، توفير المعلومات للعاملين عن الأهداف المشتركة للشركات دولية النشاط. مجالات التدريب للعاملين بالشركات دولية النشاط توجد 9 مجالات خاصة بالتدريب الدولي للعاملين، منها وتعتبر بمثابة القلب للتفكير الاستراتيجي. وهذه المجالات هي: مهارات الإدارة الدولية، مهارات الثقافة المتنوعة، مهارات الكفاءة اللغوية، القيادة رفيعة المستوى، الاتصالات الدولية، المبيعات والخدمات الدولية، التمويل الدولي، التسويق الدولي، التكنولوجيا الدولية. تحديد الاحتياجات التدريبية للعاملين بالشركات دولية النشاط. كلنا عارفين ان تحديد الاحتياجات العادية هي الفجوة ما بين الأداء المتوقع وما بين الأداء الحالي. بتحدد لي في فجوة ولا مفيش فجوة؟ لو لقينا فجوة، الفجوة دي يبقى معناها ان الفرد محتاج تدريب معين، وابدأ اشوف ايه الاحتياجات التدريبية من البرامج التدريبية اللي بيبقى عايز ياخدها. الاحتياجات التدريبية للمغتربين سواء المديرين أو الموظفين بالشركات الدولية النشاط تتمثل في 3 أنواع من التدريب: أول تدريب تدريب ثقافي، تاني تدريب تدريب لغوي، ثالث تدريب هو تدريب عملي. التدريب الثقافي: يسعى التدريب الثقافي لزيادة المعرفة بثقافة الدولة والوظيفة واستيعابها، مما يحسن من كفاءة وفعالية المغتربين سواء كانوا مديرين أو موظفين في التعامل مع رعاية الدولة المضيفة. فأي برنامج تدريبي ثقافي ناجح يستلزم تعريف المغتربين بالآتي: 1- العادات المحلية والسياسات والديانات واتجاهات الدولة، ب- سلامة وصحة وأمن، ج- الحساسية الثقافية والطعام والشراب، د- الخلفية الخاصة بالشركة من حيث تاريخها وسياساتها والعاملين بها من حيث تقاليدهم الاجتماعية وعاداتهم واتجاهاتهم وقيمهم. ومن الأفضل الترتيب للقيام برحلة تعارف للدولة المضيفة قبل الانتقال الرسمي إذا كان ذلك ممكنا، لأن تلك الخطوة ستحول دون حدوث صدمة ثقافية مع الأخذ في الاعتبار المشكلات المتعلقة أو المرتبطة بتأقلم الأسرة. فمن المهم أيضا تلقي الأسرة بكاملها برنامج التدريب الثقافي. يساعد التدريب الثقافي على التأقلم مع البيئة الجديدة وتقليل تعرض المغتربين لظاهرة الصدمة الثقافية، وهي حالة من فقدان الاتجاه والقلق بشأن عدم معرفة كيف يمكن التصرف في أجواء ثقافة غير معروفة ومختلفة. وتؤدي الصدمة الثقافية إلى العجز عن العمل بكفاءة وفاعلية والتوتر في نطاق الأسرة والعدوانية اتجاه مواطني الدولة المضيفة، مما ينعكس على أداء المغترب لوظيفته، وغالبا ما يصاب باليأس من التأقلم مع الأوضاع الجديدة والرغبة في العودة للوطن الأم في النهاية. طب النتائج الرئيسية لتفاعلات الثقافة التنظيمية، لو أنا عندي مثلا شركة متحالفة استراتيجيا بيتم إزاي؟ بيتم عن طريق الاستيعاب أو التكامل أو الانفصال. الاستيعاب هنا يتم استيعاب المغترب لثقافة المنظمة الأخرى لأنها جذابة بدرجة أكبر من ثقافتهم. التكامل هنا يحتفظ المغتربون بعناصر معينة من ثقافتهم وثقافة الطرف الآخر، فتتكون ثقافة جديدة تعرف بالهجين الثقافي، وقد يحدث صراع بين الشركاء لو حدث خلل في التوازن بين العناصر الثقافية المأخوذة من ثقافة كل الطرفين. الانفصال هنا يرى كل شريك بالاحتفاظ بثقافته التنظيمية، وقد يؤدي ذلك إلى حدوث مشكلات بين الشركاء مما يترتب عليه الانفصال بين الشركاء وفشل التحالف. التدريب اللغوي، وينبغي تدريب المغتربين على لغة الدولة المضيفة سواء كانوا مديرين أو موظفين لتحسين قدراتهم على الأداء الفعال وتيسير ما يتيح لهم بالارتباط بقدر أكبر من ثقافة الدولة الأجنبية. ويفضل أن يشتمل التدريب اللغوي أسر المغتربين. التدريب العلمي، يهدف التدريب العلمي إلى مساعدة المغتربين على التأقلم بسهولة في الحياة اليومية بالدولة المضيف، ويتم ذلك عن طريق إنشاء شبكة داعمة من الأصدقاء المغتربين بالدولة المضيفة لضمان دمج أسر المغتربين بسرعة داخل جماعات من الأصدقاء،
ولا شك أن ذلك يمثل مصدر دعم مفيد لهم، حيث يتم تزويد المغتربين بالمعلومات المطلوبة مما يساعد على التأقلم مع الثقافات الأجنبية. التدريب على الثقافات المختلفة، في عديد من النماذج اللي بتشرح التدريب على التوعية الثقافية، بس احنا خدناها جايبالكو نموذج واحد من النماذج دي. النموذج ده التدريب على التوعية الثقافية اللي بيؤدي إلى التأقلم والأداء في العمل. تعالوا نبص مع بعض على النموذج. أول عملية بتبدأ في الرسمة كلها هي التدريب التوعية الثقافية. ببدأ من هنا تدريب توعية ثقافية بيؤثر عليا في عوامل موقفية واختلافات فردية وتطوير سلوكي. العوامل الموقفية زي وقت طول الفترة وطبيعة المهمة، الجمود الثقافي، الاختلافات الفردية، كل فرد فيه اختلافات مختلفة عن الفرد الآخر، ممكن المخرجات أو متوقعة مخرجات مختلفة تطلع لي، مخرجات الفرد نفسه مش قادر يفهم الاختلافات دي. في تطوير سلوكي وهي البعد الذاتي أو العلاقات مع الآخرين أو الإدراك الحسي. في نفس الوقت في تدريب، التدريب دوت فيه بيحصل فيه إن هو اهتمام أو بقاء، وعنده فيه بقاء عشان عنده دافعية وعنده حافز، وكل ده بيأثر على نظام إدارة التدريب، نظام إدارة الأداء بتأثر لي على تدريب التوعية الثقافية. وفي نفس الوقت هي عاملة زي الدايرة اللي بتبدأ، الدايرة اللي بتاخد وبتدي لبعضها. بيبدأ في الأول تدريب وتوعية ثقافية، عندي بيأثر فيا العوامل الوقفية والاختلافات الفردية وتطوير السلوك، وعندي بتأثر كل ده على التأقلم والأداء، وعندي كل ده بيؤدي لي إلى إدارة الأداء، نظام إدارة الأداء. ومن نظام إدارة الأداء هل عند الفرد اهتمام أو بقاء، ولا هل يتم إعادة التأهيل بحيث إن أنا أعمله نفس اللي أنا بدأت أعمله له، أعمله عوامل موقفية وأعمله اختلافات وأعمله تطوير في السلوك عشان يبدأ يتأقلم ويحصل له أداء وهكذا. في أساليب التدريب على الثقافات المختلفة، عندي تتعدد الأساليب التدريب زي ما احنا شايفين مع حضراتكم في الرسمة. دلوقتي أنا عندي محورين، محور لشدة التركيز ومحور لدقة التدريب. شدة التركيز عندي بدي نظري أو بدي سلوكي، دقة التدريب كل ما كانت تحت منخفضة كل ما بطلع لفوق بتبقى عالية. تعالوا نشوف كده مع المحاضرات النظري زي الكتب والمحاضرات والمذكرات اللي هي أساليب نمطية، عندي دقة التدريب بتبقى منخفضة شوية، تبدأ تطلع لفوق إلى أساليب تفاعلية زي تدريب الحساسية ودراسات الحالة والتدريب على اللغات. شدة التركيز هنا ما بين النظري والسلوكي، ودقة التدريب برضو بتبقى أعلى من أساليب النمطية. تعالوا نشوف أعلى حاجة بقى عندي هي الأساليب الميدانية، هي سلوكية زي المحاكاة والتجارب الميدانية وتمثيل الأدوار والتدريب اللغوي المكثف، ودقة التدريب هنا في الأساليب الميدانية دقة عالية. تقييم أداء العاملين في الشركات دولية النشاط، وإحنا قلنا هناخد سياسات إدارة الموارد البشرية في الشركات دولية النشاط، تلات سياسات. خدنا سياسة الأجور والحوافز وخدنا التدريب، هناخد دلوقتي آخر سياسة وهي تقييم أداء العاملين. مفهوم تقييم أداء العاملين هو عبارة عن أسلوب مستخدم يتم خلال فترة زمنية معينة لا تزيد عن سنة، يقيس فيه أداء العامل بالنسبة للعمل الذي يؤديه ومستواه ومعرفة مدى تعاونه مع زملائه ومرؤوسيه إذا كان له مرؤوسون، ورؤسائه وسلوكه نحو المتعاملين معه، وكذلك معرفة مدى توافر القدرات اللازمة فيه لشغل وظائف أعلى بالمنظمة في المستقبل. أهداف تقييم أداء العاملين واحدة ومتشابهة بالنسبة للشركات التي تعمل في بيئة محلية أو دولية، ولكن الاختلاف الرئيسي هو أن تنفيذ الأهداف في الشركات التي تعمل في البيئة الدولية يكون أكثر تعقيدا بكثير من الشركات التي تعمل في بيئة محلية. أهداف تقييم أداء العاملين، تتعدد أهداف تقييم أداء العاملين بشركات دولية النشاط، ومنها توفير تغذية عكسية للعاملين فيما يتعلق برأي الإدارة في أدائهم، تزويد متخذي القرار بمعلومات عن مستوى أداء العاملين، الكشف على قدرات عن قدرات العاملين ومعرفة أصحاب القدرات العالية للعمل على الاحتفاظ بهم، اقتراح الإجراءات اللازمة لتحسين أداء العاملين عن طريق التدريب. تعتبر عملية التقييم أداة اتصال بين العاملين ورؤسائهم، كما أنها تسهم في تحسين الفهم المشترك بين الطرفين. تحديد العلاوات الدورية والتشجيعية والحوافز والمكافآت والزيادة في الأجور في ضوء المعلومات المتوفرة عن الأداء مما يحد من الصراعات التنظيمية. تسهيل عملية تخطيط القوى العاملة عن طريق معرفة الأفراد الذين يمكن أن يتدرجوا في مناصب عليا في المستقبل.
تقييم سياسة اختيار العاملين، الحكم على مدى إسهام العاملين في تحقيق الأهداف المطلوبة منهم، تنمية المنافسة بين العاملين وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد حتى يتم بناء عليها الترقية، وتوحيد الأسس التي يتم عليها توقيع الجزاءات أو الفصل. في 4 عناصر أساسية بيتم الأخذ بيها عند تقييم قدرات الأفراد بالشركات الدولية، وهما أول حاجة فاعلية العمليات، وتاني حاجة فاعلية مفاهيم الفرد، وتالت حاجة الفاعلية بين الأفراد، ورابع حاجة دافع الإنجاز. أول حاجة بقى فاعلية العمليات بتتضمن فاعلية الفرد في الأداء، القدرة على اتخاذ القرارات، القدرة على حسم الأمور. فاعلية مفاهيم الفرد بتتضمن الرؤية، القدرة على التوفيق والربط بين الأشياء، المعرفة الوظيفية، توجيه الأعمال. الفاعلية بين الأفراد بتتضمن القدرة على بناء علاقات اجتماعية مع الآخرين، القدرة التفاوضية، التأثير الشخصي واللفظي على الآخرين. رابع نقطة هي دافعية الإنجاز، وتتضمن 1 الطموح، 2 الاهتمام الوظيفي، 3 السيطرة على العاطفة. غالبا ما يركز في تقييم أداء المديرين المغتربين بالدولة المضيفة على عناصر جامدة معينة اللي هي المخرجات مثل الربحية والإنتاجية والنصيب السوقي، ومثل هذه العناصر قد تعكس عوامل خارج نطاق سيطرة المدير المغترب نتيجة التغيرات في أسعار الصرف أو حدوث انكماش اقتصادي. وأيضا لا يؤخذ في الاعتبار العديد من المتغيرات الناعمة غير المرئية، وهي ذات أهمية كبرى في التقييم، مثل قدرة المغترب على تطوير نفسه بالثقافات المتنوعة وعلى العمل بصورة منتجة مع المديرين المحليين. وبسبب ذلك فإن العديد من المديرين المغتربين يعتقدوا أن تقييم أدائهم يفتقر إلى العدالة. يجب اتساع نطاق التقييم ليشمل العناصر الجامدة والناعمة السابقة، مع الاهتمام بمعرفة مدى توافق المديرين المغتربين مع ثقافة الدولة التي يمارس فيها نشاطه، مع ضرورة تنفيذ عمليات التقييم مصحوبة بوعي كامل بالفرص والعوائق الموجودة في تلك الدولة. وهذا يعني بصفة عامة ضرورة وضع عملية التقييم في الإطار الثقافي أو المجتمعي التي تتم فيه. طرق التقييم بتاعت أداء العاملين للشركات دولية النشاط هي نفس الطرق التقييم الأداء العاملين الطرق العادية أو الطرق التقليدية بتاعتنا.